السلام عليكم يا عقار، لاباس؟ ما نعم صح، لاباس. تهنا لوق تغنون؟ ايوا ما يتعاود ما يتقام. اي سيت وحشم مدلا، جاوب ميين يعني سيت وحشم يا عقار مدلا. ايوا كيما كتشوفوا يا عقار، اليوم الحد راحنا فطرنا مع 11. انا فقت مع 6 الصباح وليت عاوتاني رجعت نعس، رجعت مع 8 نعس حتى ل 11 عاد فقنا وفطرنا. ايوا هنا راني دخلت للكوزينه، رديت كسكسو كيطيب وهنايا وغادي نعجن، وفي نفس الوقت يعني حاجه هكا وحاجه هكا. وهنا هاد الثلاجه هادي شفتها بحال اللي توسخات شي شويه، ايوا قلت علاش اللي ما ندوزش عليها، حيت راه دابا راه العيد قرب وهذا راه خصنا نطفيوها باش نغسلها مزيان، تغسل مزيان وهذا. المهم انا غير مسحتها وصافي، دوزت عليها ايوا رتبت ديك الخضره مازال ما تقديناش حتى العشيه عاد غادي نتقداو. المهم بعدا برت غدايتي شي شويه في الشغال، وهذا هو الحد، ما كنخرج ما كندخل، ولفه كل حد، ما كنعمرش الدار لا انا ولا مالي الدار. ايوا اللي الظروف احكام، دابا وليت غير الدار فين ما تبان لي شي ركنه ماشي هي هذيك كنمشي ندوز فيها وقتي. ايوا صافي راني رديت الزبيب كيطيب والبصله، الوالده كطلع عليا تقول لي واش نجي نعاونك، قلت لها لا 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 غير طلقي هاد النار للكوزينه ما ديري حتى شي حاجه فيها حتى العشيه، الا كان العشاء طيبو ولا شي حاجه ديك الساعه دخلوا نتوما، اما دابا خليوني انا معاك كنصور. واخا الوالده كتبان عادي ما بغيتهاش تشقى، خواتاتي اللي ما كيبغيوش يبانو كيطلعوا غير من الباب ولا كيقولوا لي حبسي الفيديو صافي. ايوا دوزت لها تم برا شت يعني غير مسحه خفيفه ظريفه. ايوا صافي وعجنت وكرست الخبز، درت واحد المهم الطعام، سقيت جوج طباسق حيت دينا الغدا الاختي اللي مجوجه راه كتصبغ دارها، وقلت لها الوالده بلا ما ديري انا نصيفط لك الطعام معاك يعجبها يا اختي، كسكسو ديالي كيجي يا سلام. ايوا صيفطنا لها حقها، قلت لها بلا، قلنا لها بلا ما طيبي يلا تكافى مع الوليدات عندها صغار جوج هي وراجلها يلا غادي يصبغوا الدار وداكشي وهذا. ايوا كيما كتشوفوا شتي واه دار روينه بجهة التليفون اللي طلت، كتقول لي والعادة فوقاش غادي تسالي ديك الكوزينه. واخا هكاك اخوتي راني مهم هي هاديك. ايوا هادي ما بغاتش تركب ليا، عرفتو بقصتني انا كنركبها في الدرجه اللي غالطه، داكشي علاش ما بغاتش تركب. غتوحل ليا في الباب، قلت صافي وديك الثلاجه ما كتبغيش تزعزع ثقيله بزاف. ايوا صافي انا غادي نرتب داكشي الفوقاني، الفرماج والكونفيتير والزبده والحليب وداكشي والبيض، ولتحت ديك الخضر اللي كاينه فيها. المهم تنتقداو راه الثلاجه خاويه من تقضيه، حنا حتى العشيه عاد كنتقداو. هذا هو نهاري كيفاش دوزتو.